يمكن بعد الطواف الوداع حتى في العمرة في طواف وداع في الطاهر وفي تجديد عليه؟ لا غير يعني لا أنا قلت له مش أفضل من الواحد يكون عمره عمره ما في بالنسبة للعمرة طواف ولا هذاك خاص في الحج. بالعمرة ما في طواف لك تروح أبدا؟ لا إيش؟ تروح يعني هاي طواف وداع ما في. ما في ما في. ما أنت خلص يعني إذا كنت صليت المغرب بتضلك ماشي. تمشي على طول. والله بالنسبة لنا بيكون إن شاء الله شيء ما نواصل. طب واحد هنا جاي إلى أجل. يعني انت مكان انت مطاف كل ما اكثر يكون احسن طواف لا في طواف اسم وداع كما هو الشأن في الحج ما في. طيب هذا في الحج هل يصلى بعد شو هي هاي من الوداع؟ في حجر اسماعيل احنا معاه سألنا اللي هناك في الشيوخ احنا نعمل طواف وداع ضروري نصلي في مقام ابراهيم هل نصلي مقام ابراهيم ولا نصلي في حجر اسماعيل؟ كيف صلي مقام ابراهيم وين؟ ثم في حجر اسماعيل كما خلصت هذا من انتقاد كان يوجه اليك انا صلينا في مقام ابراهيم يقول صلى في حجر اسماعيل صلاه نافله مطلقه تقربا اي لكن ربط في هذا ربط في هذا الربط الخطا الربط الخطا حتى في طواف الوداع ما صلى شيخ يعني